في الشحر أيضا أصدرت إدارة أمن الشحر وشرطة السير تنويه للإخوة المواطنين عن إقامة حملات ضد المخالفين بنظم وقواعد السير على سائقي الدراجات النارية والسيارات على النحو التالي: قيادة الدراجة النارية أو السيارة لمن هم دون السن القانوني، ركوب أكثر من شخصين على متن الدراجة النارية، عكس الخطوط، السباق في الخطوط الداخلية أو الطويلة، استخدام القزوزات المزعجة، عدم وجود إضاءة في الدراجة النارية أو السيارة. وعليه تنبه الأجهزة الأمنية وشرطة السير باتباع نظم وقواعد السير، وسوف تضرب بيد من حديد ضد المخالفين وتتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. ونرجو تعاون الإخوة المواطنين وعدم التهاون بهذه الإرشادات.